هذا وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار منتدى شباب العالم بأن تكون نسخته الخامسة لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها. وأكد المجلس أن قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكل سنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية سيسهم بشكل كبير في دفع مسيرة البناء والتنمية التي أرسى داعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يخدم صالح المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة.